هنروح مع حضراتكم لرحلة جديدة لمشروع بستان الإبداع. محطته المرة دي كانت في واحدة من أهم المدن الصناعية في ملتقى النيل بالبحر، وهي مدينة دمياط ومدينة أيضا راس البر. الرحلة دي شارك فيها 40 طفل، اتعرفوا على كيفية صناعة السفن وحولوا جولتهم للوحات الفنية. تفاصيل أكتر أو تفاصيل كتير لرحلة بستان الإبداع هنتعرف عليها من خلال مؤسسها والمشرف على المشروع الأستاذ محمد كمال. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير يا فندم. اهلا بك يا فندم. يعني في البدايه حابين نتكلم مع حضرتك عن الهدف الرئيسي لمبادره بستان الابداع. الاول بصبح على حضرتك الاستاذه بسنت الحسيني، الاستاذ محمد الشاذلي. صباح النور يا فندم. واظن الاستاذ محمد يفتكر ان دي المداخله الثانيه. طبعا الاولانيه كانت يوم 8 ديسمبر، اظن كانت معاك الاخت جمانه على قد ما انا فاكر. مظبوط يا فندم، مظبوط. كنا في غزل المحل. تمام. النهارده احنا في دمياط. وبالتالي هدف المشروع دي فرقه جواله زي ثلاث سبعات كده في قواتنا المسلحه يعني. الاول عايز اشكر فريق العمل الحقيقه اللي ما نامش 24 ساعه متصله، لان مشوارنا من القاهره لدمياط خد 4 ساعات والعوده طبعا 4 ساعات، وما بينهما مشوار طويل جدا شاق جدا. الاستاذ اسامه عادل المدير التنفيذي، الاستاذه مروه فنانه مروه محي مدير المركز الثقافي لمتحف طه حسين، الفنانه رانيا مهدي مدير متحف راتب صديق، الاستاذه منى رمضان المنسق العام للمشروع، روان عبد الله الطالبه في كليه التربيه الفنيه هي اللي مصوره الصور الجميله اللي انتم شايفينها دي كلها، فريده اسامه ومريم علام دول طفلتين صغيرين برضو ضمنهم لفريق العمل، دكتورة منى فراج من الإدارة المركزية للمراكز الفنية. الحقيقة كل دول ما ناموش 24 ساعة عشان يظهر المشهد اللي حضراتكم طبعاً شايفينه. طبعا نتوجه لهم طبعا بكل التحية على مجهودهم، لكن لو حضرتك تكلمنا أكتر عن الفعاليات. احنا الحقيقة على مشارف دمياط زي ما حضرتك شايف كده، احنا اتفاجئنا بجد، اتفاجئنا بروعة الاستقبال والشدة الكبيرة جدا. اسمح لي اقول كلمة الشدة دي، ناس واقفة انتباه بتستقبل الاعضاء فريق المشروع. احنا اتفاجئنا. الاستاذ عادل الغباشي اللي حضرتك شايفه ده مدير المدرسة، مدير مدرسة دمياط الاعدادية بنين القديمة، واحدة من اقدم مدارس دمياط. الدكتور فادي سلامة وكيل وزارة الثقافة لقيناه مستني. الاخت نجوى كيوان من برضه قصر الثقافه، والاستاذ محمد الحمزاوي مدير الاداره التعليميه. احنا دخلنا اتفاجئنا بنظافه المدرسه وترتيبها ورونقها وروعتها، يعني حاجه خلتنا اتفتح صدرنا للامل. زي ما حضرتك شايف كده هنا بنقدم كادر ثقافي جديد، فنانة رانيا مهدي شاركتني المحاضرة عن أعلام دمياط وملامح دمياط، وقدمت محاضرة هائلة جدا عن صناعة السفن وركزت على مثلا سفينة نوح. المحاضرة زي ما حضرتك شايف كده، واستمر الحوار مع الأطفال، وعلى فكرة مجموعة أطفال أذكياء جدا، شايف لابسين نظيف ازاي، وحالة الحقيقة تستحضر الامل لمصر كلها. واللي قاعدين دول فريق العمل مع مجموعه المضيفين. لما خلصنا هنا، خلصنا المحاضره لمده تقريبا من ساعه لساعه وربع، خرجنا لمنطقه اللسان. بناخد الطفل هنا خارج المدرسه عشان يتعرف على بيئته وتاريخها وجغرافيتها وعقيدتها. كلمنا اكتر يا فندم عن تفاعل الاطفال معاكم، كان عامل ازاي؟ الحقيقه التفاعل كان مذهل مذهل، لان دمياط الحقيقه بيئه غنيه جدا بتاريخها بجغرافيتها. الورشه اللي كانت عند اللسان، منطقه التقاء البحر بالنهر، سهلت عليا وعلى فريق العمل عنصر التنبيه البصري، ان احنا ننبه للحلول الفنيه اللي موجوده جوه البيئه. الرسم هنا تم جوه البيئه، اتمنى لو في صور كمان لورشه العمل هتبين قوي حاله التفاعل داخل البيئه. ودايما بطالب
ان حصه التربيه الفنيه ما تبقاش محبوسه في المدرسه ابدا. حصه التربيه الفنيه جوه البيئه، غرفه التربيه الفنيه دي للفينيشنج بس، ان احنا نضبط العمل الفني اللي تم جوه الجغرافيا. بنبقى طبعا معانا وجبه غذائيه كمان، في سبونسر اللي هي الشيف ولاء، بتجهز وجبه دائما بناخدها معانا، فبتكتمل الوجبه الانسانيه بين الفن والثقافه والوجبه الغذائيه كمان. مش معنى كده ان دمياط يعني عاجزه انها تاكل دول اطلاقا، الوجبه هنا فلسفتها ان مصر جايه لك يا ابن مصر الصغير، مصر جايه لك بكل امكانياتها. هو ده اللي يخليه في وقت الازمات مصر لما تستدعيه بتجيبه، بيجي يجري لها. دي فلسفه المشروع، الخروج كمان خارج العاصمه، ودي بدايه المرحله الثانيه للمشروع. زي ما كنت قلت لحضرتك في حوارنا حوالين مصنع غزل المحله، ان المرحله الثانيه هنخش المدارس. بدأنا نخش فعلا وابتدينا بمدرسه دمياط، حاله الحقيقه مشرفه، واحنا كنا كلنا من زمان الحركه الثقافيه المصريه كلها بالنادي بعوده الابداع والثقافه داخل المدارس. حقيقي. هيوفر علينا جهد كبير في مقاومه الارهاب وابعاده. عشان كده دايما يا استاذ محمد بنقول ان التوعيه هي حائط الصد في كل الاوقات، في كل المحن والازمات اللي ممكن يمر بيها الوطن. كل الشكر لحضرتك استاذ محمد كمال، المشرف على مشروع بستان الابداع.